عروض كلها مستوحاة من ثقافات مختلفة ومزجت بحنكة كبيرة وذكاء فني عالي الثقافات العالمية بالثقافة والتراث المغربي الأصيل والمنفتح على العالم. والبداية مع المصممة أمينة البصيري اللي اشتغلت على موضوع الأعراق كباقي المصممين، لكنها اختارت أن تستلهم إبداعاتها من التراث الإفريقي المتعدد. تقدم في قفطان 2018 تصاميم بألوان حية على أثواب من قبيل كريب جورجيت، ساتان دوشيس، تليجة المطروزة. اكتفت بهذه الأنواع من القماش واشتغلت كيف كتشاهدوا عليها بالطرز والزواق ديال المعلم بأشكال مختلفة ومبتكرة. كل ثوب عليه تطبيقات مختلفة ورسومات مستوحاة من ثقافات إفريقية المعروفة بمزجها الجريء للألوان. الأحزمة كما تشاهدون هي من تصميم أمينة البصيري، إضافة إلى أكسسوارات بحال تاج تزيد القفطان والمرأة التي ترتديه رونقاً وجمالاً. هي تشكيلة أمينة البصيري، تشكيلة بألوان حية وإشارة واضحة إلى إفريقيا في بعض التفاصيل التي أبدعت فيها المصممة.